وطبعا الان معانا رئيس تحرير دوري بلس الاستاذ حسن الجاني. استاذ حسن، في البدايه كيف شايف هذه الفعاليه ورش رايك بالاجواء المتواجده والحضور الجماهيري المتميز؟ مساك الله بالخير يا زميلي بسام. بصراحه بطوله اقدر اقيمها بانها بطوله ناجحه، تعدت جميع المقاييس النجاح. الجمهور، الحضور الجماهيري صراحه كان مفاجئ. امس تفاجأ جدا بكميه الجمهور اللي كان موجود، وللامانه ما توقعت انه اليوم يكون نفس الكثافه الجماهيريه. الكثافه الجماهيريه اللي موجوده اللي انا اشوفها تنبئ انه اللعبه هذه لها شأن، لها مستقبل، لها جماهيرية كبيرة. أتمنى فعلا أنه نشوف بطولات من هذا النوع في أكثر من منطقة للمملكة. أتمنى أنه نشوف أنه في فرق في جميع أنحاء المملكة في لها دوري خاص، حتى لو على مستوى الأحياء ومستوى المناطق. أتمنى أن أشوفها حتى في المدارس. صراحة اللعبة جدا جميلة، اللعيبة اللي موجودين على مستوى عالي جدا، مهارات، طول، شيء جميل جدا في عالم السلة أن نشوف هذه البطولة مقامة هنا في جدة. طبعا أستاذ حسن، أنت جاينا من الرياض ضعف هنا في جدة، إيش أكثر شيء لفت نظرك في هذه الفعالية من أمس واليوم بما أنك متواجد ما شاء الله طوال فترة هذه البطولة؟ بداية التنظيم، التنظيم جدا احترافي، التنظيم جدا مهني. الشباب اللي موجودين معاكم صراحة للأمانة متفهمين، مستوعبين الجمهور رغم حرارة الجو رغم الرطوبة، لأنه الجميع مبتسم، الجميع شايف النجاح هذا أمامه. التنظيم بشكل عام أنا أشوفه ناجح جدا. والشيء الثاني اللي يعني لفت انتباهي صراحة الحضور الجماهيري ومستوى اللاعبين صراحة اللي موجودين في البطولة، مستوى عالي جدا. كلمة أخيرة بالنسبة لكرة السلة، تتوقع أنه الأمر سيتطور في الأيام القادمة إن شاء الله؟ أتمنى صراحة، أتمنى أن يكون فيها اهتمام من النشأ في المدارس، تثقيف إيش هي لعبة كرة السلة قبل ما تكون أو قبل ما نقدمها كلعبة فقط، لا، تثقيف للجيل القادم، للجيل الجديد، إيش كرة السلة، إيش أنواع كرة السلة، أو عفوا إيش بطولات كرة السلة. أتوقع أن حنشوف لها شعبية عالية جدا إذا فعلا تم الاهتمام الإعلامي وتم الاهتمام الإعلامي فيها والاهتمام بالمحتوى اللي يقدم بهذه اللعبة، المحتوى الرياضي الخاص بهذه اللعبة.